أوقات الدراسة خلال شهر رمضان المبارك لسنة 1442 هجرية للموسم الدراسي 2020-2021 كما ورد في المذكرة الوزارية وفي الصفحة الرسمية لوزارة التربية الوطنية. فبالنسبة للسلك الابتدائي يتم تأخير وقت الدخول ب30 دقيقة خلال الفترة الصباحية، يعني مثلا إذا كنا كندخلوا مع الثمانية غندخلوا مع الثمانية ونص، ولا مثلا مع الثمانية ونص غيتم الدخول حتى للتسعود، يعني غادي نوخروا الدخول بواحد نصف ساعة، وتقديم وقت الخروج بنصف ساعة ب30 دقيقة خلال الفترة المسائية، على أساس أن يتم تطبيق هذا التوقيت بإجراء التخفيض المناسب في الحصص المقررة. هذا بالنسبة للسلك الابتدائي. أما بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي والتأهيلي، فالحصص الصباحية غتبدأ مع 48 دقيقة وغتسالي مع 12، والحصص المسائية غتبدأ مع 12:30 وغتسالي مع آخر حصة غتكون مع 4 قسمين، يعني مع 3:50. هذا بالنسبة للإعدادي والسلك الثانوي، وبالتوفيق لكم.